كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي هو أول فيديو ببيتنا الجديد، ومثل ما شفتوا بالفيديو الماضي نحن هدينا خيمتنا وانتقلنا على بيت جديد. واليوم الفيديو حبايب قلبي رح نرتب غرفة الضيوف والمطبخ، لأنه غرفتنا بدها شغل كتير، رح نخليكم ياها لآخر شيء. وقبل ما نبدأ هالفيديو لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب، تضغط الجرس التنبيه حتى يصلكم كل شي جديد. بنحبكم، يلا نبدأ الفيديو. مثل ما كنتم شايفين حبايبي ما في شي بالأرض، ويعني لسه كمان مندوجة. نحن حطينا هاي الكنباية بس لحتى نصور عليها المقدمة ونبدأ. هلا نبدأ وهلا بدنا نمسح الأرض عن الغبرة، نحن شطفناها بس بدنا نمسحها عن الغبرة. يلا لو سمحتوا هذا الجرافون. هاي بدها إذا يعني إذا مسحت الأرض بدها لها مساعدة تقشر. يا أنا جميلة، كنت شوية ماء بالأرض صحيح؟ عمركم شفتوا اخضر من هاي البنت؟ ايه انتي. بعيد قلبي انا انتبهت على الفيديو الماضي، في كتير تعليقات عم يسألوني ليش هديتوا الخيمة، ليش ما اعطيتوها للفقراء، فحبيت انا اوضح لكم هذا الشيء. هي الخيمة إلنا بس الارض مو إلنا، اجباري بس نطلع بدنا نهد الخيمة ونعطي الارض لصاحبها. وده شو؟ هلا هي الصوفة اللي هون، الكنبة نرجع شوي لورا محل الحصير المحطة مشان تصير هيك حصير. يا عيني ما اشكرك، خلينا نخلص شغل شغلة أول. خلص لك عم توقع هاي تغسل فيها، أنا بشتغل أقول لك أنا رح تنزل أشتغل. غسلنا الحصيرة وغسلنا الأرض بس حبينا نمسحها عن الغبرة عشان ما تعبى الحصير غبرة. يلا خلاص. انت بتعرفي تصفي اكثر مني، انا احنا بالسنجاب ونصف. يلا ها قاليني قاليكم ما دخلني أنت صفر، بس كنت عم بتشعر. أشبك معاك.
اليوتيوب اللي عمله خاله هذا الدرع المزيف. انا ما طلع لي درع، ما قلت لكم وصلوا وداد لل 100,000 لحتى نستلم الدرع، لانه بقناتي ما راح يطلع لي درع. انا زعلانه منكم. خلصيني هاتي لعب. وين معلقه؟ هون ولا هون وهذا هو الدرع علقناه هون حبايب قلبي. والله هذا الشكل درع يوتيوبر. انا كثير متحمسه انه توصلوا وداد لل 100,000 لحتى اشوف الدرع الحقيقي. هذا عاملته ليانا مراي، لما ما تلاقي المراي تتمرى عليه. شو بدنا نسوي؟ وهيك صارت جاهزه غرفه القعده. الله يعطينا العافيه. الله يعافيك. تعبت؟ انا ما تعبت، بالعكس شغل سهل. قد ما اشتغلتي كله اشتغلته لحالي. يلا هلا خلينا نروح. انا ما جبت لك المخاد والسفنج. ايه؟ والحصيره مديت ايه؟ معي كلهم ضبطت معي كل الكنباية وعلقت الدرع لحالي وبس. يلا قومي خلينا نروح على المطبخ. حبايب قلبي، نحن كنا عم نرتب هذيك الغرفة وخالته ومرت خاله رتبوا هون المطبخ، باقي علينا بس نمسح الأرضية ونمد الحصير. طبعا مثل ما انكم شايفين مرتبين المطبخ كامل. وهيك المطبخ صار جاهز. منيح رتبوه وريحونا منه. ايه احسن ما نتعذب فيه. هلا حبايبي نحن خلصنا غرفة القعدة والمطبخ، وان شاء الله بس يكون البيت كله جاهز رح نعملكم في جولة كلياته. وقبولنا رأيكم أيو أحسن، هذا البيت ولا هذا؟ أنا برأيي هذا البيت أحسن لأنه قريب كتير كتير عبيد جدا. وأنا كمان رأيي هيك، هذا البيت أحسن يعني مدهن. هذا مدهم، بس غرفة النوم ما نمدهن، غرفة النوم تبعي ما نمدهن، إن شاء الله رح ندهن. ولهون يكون انتهى الفيديو. لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب ما تعجبش تمي حتى يسكن بالجديد. بنحبكم واستنونا فيديوهات جديدة. باي. وين كنت؟ يا زعم وين كنت؟ عم بجد. شو عم تعمل؟ انت عم تحمل اللعبة لهون ما في شغل. ايه والله نحن عم نتعب هون عم نتعذب، انت رايح لعم بجد تحمل اللعبة؟ ايه والله. شو عم تلعب؟ أكل الليلة تسمع شوفوا شو عم يلعب.
هاي لعبة أكل الليرات. صرت خليك تلعب ونحن بنشتغل بنتعب. مو أنت زلم من البيت؟ ما برد خلص عم يلعب ما بيشتغل شي بالبيت. لكن مو أنت قلتي بلسانك إني أنا زلمة البيت. لكن بدي بمسح وبشطف. لا مو تمسح وتشطف، على القليل تضل بالبيت تروح تجيب لنا أغراض من الدكان مثلا إذا بدنا شي. العاب العاب، استنونا فيديوهات جديدة. باي، بحبكم كتير، ما تضيع على التليفون.